اللي احنا بنطلع من بطوله بننسى خالص احنا خدنا البطوله. صح. النادي اللي متعود على البطولات الجو النفسي عند اللعيبه بيخلص بطوله بتتقفل بندور على البطوله اللي بعد كده. ده السبب اننا بنقول وصلنا لعدد الانجازات جيل ورا كل التقاليد اللي احنا ماشيين عليها دي والعادات اللي احنا بنجري ورا من بطوله لبطوله دي خدناها من اجيال سابقه. أيوة. وبنسلمها لاجيال حاليه. كلنا اتعودنا ان احنا بطوله بتخلص بندور نقول ايه البطوله اللي جايه اللي مستنيين. ده من دلوقتي بنقول العشره يا اهلي يعني دلوقتي بالظبط يعني حتى الجماهير بتاعتنا بقت دلوقتي نسيت اللي احنا خدنا التسعه بيقولوا امتى تيجي العشره. خدنا السوبر سته سوبر امتى السبعه. خدنا الكاس امتى الكاس. فاحنا بنطلع من بطوله لبطوله. فبرضه دي احنا اتربينا على كده في النادي الاهلي اتربينا على كده. اللي يجي يشوف القاعه بتاعتنا ويشوف المكتبه بتاعتنا اللي فيها الجوائز وفيها البتاع الناس بتتخض. الناس لما بيجوا زوار دولاب البطولات مش فيه كل الكوز بتاعتنا فيه دواليب مليانه ثانيه مقفوله في حاجات عينينا في المخزن يعني لسه. فالقصد اقول لك ان احنا نادي اتعودنا على كده نطلع من بطوله نخش البطوله. فهو ولكن علشان فرق بس كان 3 ايام هو ده اللي الكابتن هاني كان بيتكلم عليه ان هو مش كافيه انك انت تعيد نفسيه اللعيبه تاني للجو بتاع البطولات.